هذا اللقاء اليوم يجمع مجموعة من السفراء الأجانب المعتمدين في المغرب مع الوزير الوصي على حقيبة التشغيل. احنا غادي نستغلوا الوجود ديال السي يتيم باش نسولوه عدة أسئلة اللي من شأن الإجابة عليها تنور السفراء وتعطيهم وضعية حقيقية. هذه مؤسسة دبلوماسية، هذه واحد مؤسسة يعني مدنية، ولكن هي فضاء للحوار الدبلوماسي بعيد عن يعني طقوس الدبلوماسية، يعني الحوار مفتوح تلقائي مما سيمكن من تبادل وجهات النظر، ودون شك أنهم ستكون على كل القضايا اللي هي تهم المسؤولين عن السفارات والممثلين الدول يعني الأجنبية والصديقة والقريبة.